غير تحية طيبة لكم مشاهدينا أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري على الإخبارية للتلفزيوني الجزائري في هذا اليوم، اليوم الثالث من امتحانات شهادة البكالوريا. نبدأه بتمنياتنا بكل التوفيق لأبنائنا، للتلاميذ الذين يجتازون هذه الامتحانات المصيرية هذه السنة في ظل ظروف استثنائية، انتشار جائحة كورونا وأيضا البروتوكول الصحي الوقائي لحماية الممتحنين المؤطرين وأيضا لتمكينهم من أداء الامتحانات في ظروف جيدة. إذن ومواكبة لهذا الحدث التربوي سوف نرصد مجريات اليوم الثالث من هذه الامتحانات، امتحانات شهادة البكالوريا. طبعا سنفتح أيضا نافذة الدعم النفسي ومرافقة الممتحنين طيلة أيام إجراء الامتحانات، سواء كان من طرف العائلة الشخصية للتلميذ أو أيضا من طرف العائلة التربوية، وتوفير الجو الملائم بهدف رفع المعنويات والتشجيع والتحفيز أيضا بين امتحان وآخر. في هذا الصباح أيضا في هذا 15 من شهر سبتمبر المصادف لليوم العالمي للديمقراطية، نتوقف عند أهمية إرساء مفاهيم الديمقراطية، وذلك طبعا من خلال إسقاط مباشر على ما تعيشه الجزائر من تغيرات بهدف تعزيز الديمقراطية في الدستور الجديد الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل. في موضوع آخر وبنظرة اقتصادية براغماتية وبهدف الارتقاء بالمنتوج الوطني، الترقيم العمودي أو الكودابار تعريفه، أهمية تعميمه على المنتوج الوطني خاصة المنتوجات الموجهة للتصدير، حيث بات أساسيا للتموقع في الأسواق الأجنبية ولحماية المستهلك أيضا فيما يتعلق بالمنتوجات المستوردة. في خدمة عمومية نبقى مع تعزيز دور المنتوج الوطني في إنعاش الاقتصاد وتقليل فاتورة الاستيراد قطاع مواد البناء ورهان تلبية الحاجيات المحلية، وأيضا التصدير والتوجه بالمنتوجات الوطنية نحو الأسواق الدولية بمقاييس تستجيب للمعايير المعمول بها دوليا. في الثقافة نسافر مع جمعية سفير الثقافية في رحلة تراثية إلى أعماق الموروث الثقافي الجزائري المادي واللامادي وتفعيل الدور الجمعوي في تثمينه والمحافظة عليه. هذا الصباح إذن محطة إخبارية عديدة ومتنوعة، أخبار الصحف، الرياضة، آخر المستجدات الوطنية والدولية، كل هذا طيلة عمر هذا المباشر. ابقوا معنا لمتابعة التفاصيل. كل التوفيق إذن والنجاح للطلبة الذين يمتحنون في شهادة البكالوريا اليوم الثالث من هذه الامتحانات المصيرية التي تجري عبر مختلف ولايات الوطن في مختلف مراكز إجراء الامتحان في ظروف تنظيمية محكمة، حيث التدابير الوقائية اتخذت وسخرت كل الإمكانيات لضمان نجاح هذه العملية. أكثر من 637 ألف طالب مترشح من المتمدرسين، إضافة إلى فئة الأحرار، إذن شرعوا في هذه الامتحانات بداية من الأحد الفارط إلى غاية يوم الخميس، خمسة أيام من الاختبارات، امتحانات شهادة البكالوريا بتأطير أكثر من 192 ألف أستاذ حارس على مستوى 2261 مركزا لإجراء الاختبارات، حيث اتخذ البروتوكول الصحي بكل صرامة، وحيث أيضا اتخذت إجراءات وقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا لحماية الطلبة ولتمكينهم أيضا من اجتياز هذا الامتحان في ظروف صحية في ظروف ملائمة، ولتمكينهم أيضا من التركيز على الامتحان بضمان طبعا
سلامتهم. على كل نرصد مجريات هذا الامتحان، مجريات اليوم الثالث، استمرار الاختبارات. اليوم يمتحن الطلبة في مادتي الفلسفة والإنجليزية، نتمنى لهم مجددا كل التوفيق. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن مباشرة عبر الهاتف مدير التربية لولاية معسكر بشلاغم يحيى. سيد بشلاغم، صباح الخير. إذا نحاول أن نرصد مجريات امتحانات شهادة البكالوريا بمختلف ولايات الوطن من خلال طبعا التدخلات المباشرة لضيوفنا عبر الهاتف الذين سيكونون معنا تباعا طيلة عمر هذا المباشر، بهدف طبعا التعرف على ظروف إجراء هذا الامتحان، على معنويات الطلبة، وأيضا على مدى الالتزام بالتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي. ابقوا معنا. إذن مشاهدينا، وقبل أن نتصل بضيوفنا في مختلف ولايات الوطن للتعرف طبعا كما أشرت منذ قليل على مجريات سير امتحانات شهادة البكالوريا، نفتح الآن نافذة الدعم النفسي لمرافقة الممتحنين المترشحين طيلة أيام الاختبار. باسمكم جميعا أسعد بالترحيب بالدكتورة فازية مرزوقي، طبيبة مختصة في الطب الوقائي ومدربة في تطوير الذات. صباح الخير دكتورة. صباح الخير أخت فايزة. صباح الخير لكل المشاهدين، نشكركم على الكرم الاستضافة. أهلا بك. إذا دكتورة، شكرا. هو اليوم الثالث، امتحانات مصيرية، أكيد أنه يعني لا تخلو عائلة من العائلات الجزائرية في هذه الأيام من أجواء الامتحانات. أجواء البكالوريا هي أجواء تحتاج إلى المرافقة، الطلبة يحتاجون إلى ذلك خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، حيث بروتوكول صحي خاص، ظروف خاصة لم نعهدها في السنوات السابقة. بداية، كيف لنا أن نقدم لهم الدعم النفسي طيلة خمسة أيام، طيلة أيام اجتياز الامتحان؟ إذن الدعم النفسي هو نقطة مهمة جدا، لأن الآن في هذه المرحلة أهم شيء بالنسبة للتلميذ هو أنه يكون في حالة نفسية جيدة باش يقدر يستعمل المعلومات اللي كان خزنها في الذاكرة كنحضر للامتحان. إذا الحالة باش نخفوا شوية من التوتر، باش نقصوا، باش نمدوا للدعم النفسي، حاجة الأولى نغيروا شوية نظرتنا للامتحان، يعني نغيروا شوية كلمة مصيري، نقولوا للتلميذ أنه هذا الامتحان ماهوش امتحان يعني مصيري بالمعنى، يعني بهذه الكلمة، يعني مصيري أنه مصير يعني حياته راهي متعلقة بهذا الامتحان، يعني نجاحه في الحياة ولا سعادته في الحياة. ما هيش متعلقة بهذا الامتحان. أولا لأنه الامتحان هو مجرد أسئلة على برنامج، يعني دروس اللي كان. طيب دكتورة، قبل أن تفصلي في هذه النقاط كلها، نعود لاستقبال مكالمة مدير التربية لولاية معسكر معنا عبر هذه المكالمة الهاتفية. سيد بشلاغم يحيى، صباح الخير سيدي. صباح الخير سيدتي، وصباح الخير لضيفتك الكريمة. أهلا بك. إذا سيدي، هل لك أن تطلعنا على مجريات انطلاق اليوم الثالث من هذه الامتحانات؟ بالنسبة لانطلاق الامتحان في اليوم الثالث، كانت انطلاقة عادية وطبيعية، بحيث أن جل التلاميذ ملتزمون بالحضور في الوقت المناسب، كذلك أن جل الأساتذة يقدمون خدمات جادة وبفعالية في هذا الامتحان المصيري في حياة أبنائنا، كما أن جميع الوسائل قد وفرتها الدولة من مستلزمة، خاصة ما يتعلق بالظروف الاستثنائية الخاصة بكوفيد 19، حيث كل المستلزمات الوقائية متوفرة وتحت تصرف كل العاملين من مؤطرين وكذلك من مترشحين للامتحانات، امتحان شهادة البكالوريا.
إذن الجو السائد بولايتنا هو جو عادي وطبيعي. كيف كانت سيد بشلاغم، كيف كانت استجابة المترشحين لهذه الإجراءات الوقائية، ثم ماذا عن المعنويات خلال اليومين الأولين من هذه الامتحانات، معنويات التلاميذ طبعا؟ والله كما ذكرت ان ان ان, أن الالتزام التزام التلاميذ بجميع الترتيبات الوقائيه الخاصه بالبروتوكول الصحي، يعني ملتزمون بها اشد الالتزام، كما ان جل المراكز ورؤساء المراكز انهم وضعوا خط مخططا لتحرك وتنقل التلاميذ داخل المركز، خاصة في القاعات أنه فيه ترتيبات يعني الوقائية كذلك بين كل تلميذ، يعني مترا على الأقل، يعني هم مرتدون يعني للكمامات، يستعملون المعقم الوقائي كذلك للجال هذا، والعملية تتم في ظروف عادية وطبيعية. نعم، نتحدث عن ولاية معسكر الآن، أنت أشرت إلى نقطة الحضور في الوقت المناسب، يعني تفادي التأخر طبعا للتمكن من اجتياز الامتحانات، هل لك أن تفصل في هذه النقطة ثم أن تطلعنا طبعا عن الجو العام بولاية معسكر؟ فيما يتعلق بعملية الحضور في الوقت المناسب، هي عملية مشتركة ما بين قطاع التربية وكذلك بين الأولياء، والذي يتطلب من الجميع باعتبار أن هؤلاء هم أبناء الجزائر، ينبغي أن كل الشركاء ينبغي أن يقوموا بالواجب تجاه هؤلاء الأبناء، وذلك من توعية وتحسيس وإعلام من بهدف الحضور في الوقت المناسب. أما عملية الغيابات التي ربما يتحدث فيها الكثير أو التأخرات من المفروض أن الأولياء يضعوا مخطط وعملي لجلب أبنائهم إلى مراكز الإجراء على الأقل نصف ساعة قبل الوقت. أما صحيح. التأخرات هذه أو الغيابات، نشير أنه السبب نتاعها في كثير من الأحيان أن هنا بعض، مثلا على مستوى ولايتنا، هناك بعض التلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة، ربما ذهبوا إلى مؤسسة، يعني اشتركوا في مؤسسات تكوينية، وبالتالي يعني ما حضروش للامتحان، امتحان شهادة البكالوريا، حيث يقدر مثلا في نسبة الغياب في التعليم في المتمدرسين 1.08، يعني عدد الغائبين 91 من 8362. نعم. بالنسبة للأحرار عندنا يعني الحضور 2087، والغيابات 651. هذا بالنسبة للأحرار. الأحرار كما هو معلوم في بعض الأحيان أنهم يعني يشاركوا، وربما الظروف ما تسمح لهم، حيث تكون يكون معدل الغيابات مرتفع في هذه الفئة. حتى هذه الفئة يعني من المترشحين الأحرار ربما عندهم ظروفهم صحيح، التي جعلتهم أنهم لا يشاركون أو لا يحضرون لهذا الامتحان. على العموم ظروف الإجراء على مستوى ولاية معسكر تسير بشكل عادي وطبيعي نظرا للتكفل التام. نعم. ومشاركة جميع القطاعات. نعم. قطاعات شكرا الدولة لك. في المساهمة في التنظيم الجيد لهذا الامتحان. نعم، شكرا لك سيد بشلاغم يحيى، مدير التربية لولاية معسكر، ومن خلالك نحيي كل الطاقم التربوي الصاهر على ضمان السير الحسن لهذه الامتحانات، شكرا لك. نعود لك إذا دكتورة مرزوقي، إذا الدعم النفسي مهم جدا خلال هذه الفترة، أنه نرافق الطلبة طيلة أيام الامتحان، ليس في اليوم الأول فقط، هي 5 أيام
الكلام بأكملها. تفضل. إذا نعود نذكر فقط على أهمية الدعم النفسي. المشكل في أثناء الامتحان هو أنه التلميذ مع كامل يعني نزيد الظروف الحالية مع جائحة الكورونا وكل كامل الضغط النفسي اللي عاشوا مع رؤيتنا للامتحان حيشوفه كأنه خطر. لما يشوف يعني الدماغ يترجم على أن الامتحان خطر راح يحفز نظام التوتر وراح يشعر بكامل هذيك الأعراض تاع قلبه يعني يتسرع دقات القلب يحس التنفس تاعو سريع وحيت كامل الأعراض اللي تعرفوها أعراض التوتر. هذيك يعني السبب تاعها هي فكرة نظرتنا على أنه شيء مصيري وشيء صعب جدا هذا اللي راح يخلي الدماغ يشوفه كخطر. الخطر اذا هذيك الاعراض هي عمار عن نسميوها ميكانيزم دو ديفونس يعني الجسم دماغنا يحمينا من هذيك الخطر. اذا حنا باش نقصوا من هذيك الاعراض نغيروا نظرتنا باش نشوفوا ماهوش خطر. هذا من صحيح. ناحيه الفكره لانه العواطف ما نقدروش نتحكموا فيها مباشره. نتكلموا على الدعم النفسي نتكلموا على العواطف. اذا احنا واش نديروا نتحكموا فيها بطريقه غير مباشره بالافكار وبالجسم. دوك نقولوا ندلكم نصائح يعني كيفاش تمارين يعني سهله يديرها قبل الامتحان واثناء الامتحان باش يحس بالراحه ويقدر يستعمل المعلومات اللي خزنها في الذاكره نتاعو ويجاوب على الاسئله. اذا من ناحيه الفكره نقولوا انه هو مجرد امتحان مجرد اسئله اللي كان كما اي امتحان اخر. لما يكون يعني في هذيك الحاله لما يكون اثناء الامتحان هي واش هو الامتحان هو اسئله عن برنامج اللي كان قراه. اذا باش يقدر يوصل اللي يخلي يعني الدماغ تاعو يتمكن من انه يعاود يسترجع هذيك المعلومات لازم يهدأ. الان كيفاش يهدأ؟ اولا تبدا من يعني ملي نوض الصباح العائله كيفاش هذيك الامبيونس اللي تكون في الدار. ما لازمش تكون يعني حاجه حدث كبير ومصيري. كونوا نبتسموا نهضروا معاه نضحكوا نكون عندنا نخفف التوتر بهذه الطريقه ونتجنبوا استعمال بعض الكلمات تاع القلق باش اللي نقولوا له يعني بدل ما نقولوا له ما تتقلقش نقول له ارتاح نفس على بالي تقدر لانه الدماغ ما يفهمش النفي ما يفهمش ما يعرفش ما تقلقش فهو يسمع قلق تقلق برك يسمع كلمه تقلق يتقلق. دونك حنا نتجنبوا هذه الكلمات السلبيه نقولوا له كلمات ايجابيه نقولوا عند على بالي تقدر لها قريت دوكا برك ارتاح كامل كلمات اللي تخليه يرتاح. من بعد يعني مليح ثاني يبدا بدير شويه حركات رياضيه غير النوض الصباح. ومن بعد اثناء الـ يعني لما يروح للامتحان او رايح يدير في باله اللي راهو رايح يعني حاجه كيما موالف يروح للدراسه عنده اسئله راح يجاوب عليها فقط. الان قلنا باش نتحكموا في العواطف باش نخفوا التوتر تحكمنا في الافكار يعني نظرتنا للامتحان. الان في الجسم تاعنا كيما تكون كيما الوضعيه تاع الجسم تاعك لما تكون تدير وضعيه تاع واحد خايف واحد ما عندوش ثقه في النفس يعني كامل تعرف واحد اللي ما يكونش ثقه عنده ثقه في النفس يكون راسه حاط يبدو ذلك على الوجه يبدو على الوجه يعني طيب. باري لانجويج اللي لغه الجسم وعلاش هذيك الوضعيه تاع الجسم حتمد معلومات طيب. للدماغ هذه النقطة ونستمعوا لانطباعات بعض الطلبة خلال اليومين الأولين من الامتحان. رصدنا لكم هذه الاستجوابات ثم نواصلها. الأجواء جميلة جدا كل الشروط متوفرة. التحضير بالنسبة للبكالوريا كان جيد في ظروف جيدة مع الحجر الصحي جاب بنفسية عالية إن شاء الله ونتفعلوا خير إن شاء الله. دونك شوية كاين لا بريسيون تخاف باينه باسكو لا بروميير فوا اي على كل حال كان شويه خوف قبل ليكزام ماك شغل من بعد هضره تاع الناس تقول لك باللي ما باك ما كان والو باتري فيزو كي تعرف روحك دير كونفيونس في روحك تقدر تجاوب لا راني واجد الحمد لله صافا لي نورم ماشي واعر وماشي ساهل نون بلو كنتي بريباري
إذن كانت هذه بعض الانطباعات. لاحظنا أنه إيهراني واجد، لاحظنا واحد قال فيه لابريسيون، فيه ضغط توتر. كيف نتعامل مع هذا الطلبة؟ إحنا في اليوم الثالث، ربما بين امتحان وآخر طالب يشعر بأنه لم يؤدي جيدا خلال مثلا اليوم الثاني، كيف نحضره أن يروح فعلا بمعنويات مرتفعة في اليوم الثالث ونخليه يتجاوز، نسميها ذلك الإحباط أو نسميه انتكاسة يوم أو امتحان معين أشعر أنه لم يؤدي فيه بطريقة جيدة؟ إذن الامتحان اللي سبق يغلق عليه الباب ويخليه خلاص، وش الحاجة اللي فاتت ما يقدرش يغيرها. يعني لما تقعد تخمم في حاجة اللي فاتت، يعني قعد أسك خدم مليح ولا ما خدمش مليح، وقعد يناقش الأسئلة هذيك مع أصحابه كيفاش جاوب، هنا راح يزيد التوتر. ألوغ ما يقدر يبدل فيها حتى حاجة. الحاجة اللي ما قدرش نغيروها نتقبلوها، مهما كان خدم ولا ما خدمش يتقبلها، لأنه هذا يعني نوع من الذكاء أنه يتقبل حاجة اللي ما يقدرش يغيرها. لما يتقبلها راح ينقص التوتر على نفسه، لما ينقص التوتر على نفسه راح يزيد حظوظ انه راح يخدم في الـ في الـ في الاختبار اللي في الامتحان اللي راح يجي من بعد. اذا هو دائما يخمم في الوقت الحاضر، الحاجه اللي راح يركز تركيزه يكون على الحاجه اللي هو يقدر يأثر فيها في الوقت الحاضر، يعني واش قعد له الامتحان اللي قعد له. دونك لكن هذيك الافكار السلبيه اللي تجي هذيك، يعني حاجه تلقائيه ما يقدرش يتحكم فيها، واش يدير؟ ما يركزش عليها، كي تجي خليها تجوز، ياخذ نفس عميق ويخليها تجوز. لما يركز عليها يحاول يناقشها ويحاول يقاومها تما اللي تقعد. حتى انه في بعض الاحيان هناك بعض المترشحين تواصلوا مع بعضهم ويقولوا انا جاوبت بالطريقه الفلانيه، الاخر يجاوب بطريقه مخالفه، هذا كله خاصه هذا بين الفتره الصباحيه والفتره المسائيه ايضا. هذا نتجنبه، حنا ياخذها قاعده، التلميذ ياخذها قاعده. امتحان خلاص ما يزيدش قاعد يدور عليه. هذه قاعده. دور الاطار التربوي، دور العائله ايضا في تقديم الدعم النفسي للمنتحين. خاصه العائله قلنا تبدا طبعا، كانت اكيد المرافقه كانت بدات من قبل، لكن الان لازم هما يكونوا اقوياء، لانه عاده نلقاو انه الاولياء يتقلقوا اكثر من التلاميذ. اذا هما ديجا لازم يكونوا اقوياء، يشوفوه كتحدي، انك تجوز بكالوريا في هذه الظروف شوفوه كتحدي. لما ان شاء الله النهار بيوفق كامل التلاميذ نهار يجيبوه ان شاء الله، راح يحس بفخر، يحس بانك درت حاجه، يعني في زمن الكورونا، في زمن الظروف الضغط النفسي، قدرت انك تجيب البكالوريا. ومن جهه اخرى ولا ما جبتوش يعني شيء عادي، لازم تكونوا نتفاهموا، نكونوا لا نحمل نفسنا اكثر من طاقتها، يعني نكونوا متفاهمين، نقولوا معليش هاد يعني كانت ظروف يعني شويه صعبه، العام الجاي ان شاء الله حنعاودوا ونجيب معدل احسن وندير التخصص اللي راني حابه. يعني دائما نحوسوا ان نترجموا الاحداث بطريقه ايجابيه باش ندعموا نفسنا. الان الشيء مهم جدا حابه نهضر عليه هو الثقه في النفس، لانه الثقه في النفس لما تكون واحد ما عندوش ثقه في النفس كانه ما تكون عنده معلومات ما راحش يقدر يلحق لها، كأنه يكون عنده كنز مخبي ما يقدرش يلحق له. احنا نحاولوا نخلوا طلبتنا يخرجوا هذا الكنز وتكون عندهم طبعا ثقة في النفس. كلمة أخيرة فقط، النصائح هذا باختصار للممتحنين وأيضا للأولياء. إذا النصيحة التنفس ثم التنفس ثم التنفس. كما قلنا قبيلة ما كملناش الفكرة تاع لغة الجسد. أنك لما تروح الامتحان تروح بلغة جسد تاع واحد عنده لا كونفيونس، عنده ثقة في النفس، لأنه راح كأنك يعني تكلخ لدماغك لما تكون الوضع، لأنه راح تروح تلحق المعلومات. الدماغ كاين علاقة بين الجسم والدماغ، راح تلحق له هذيك المعلومات تاع إنسان اللي واثق في نفسه، راح يمد لك بعد، راح يفرز النواقل العصبية وهرمونات اللي تخليك من بعد تكون واثق من نفسك. هذا من جهة، يعني لما تكون في أمام ورقة الامتحان كون يعني قعد بطريقة أنك تاع إنسان واحد عنده ثقة في النفس. النقطة الثانية المهمة جدا، تفضلي باختصار فقط، كمل هذه النقطة فقط. نعم. لما تحس يعني دقات القلب تتسارع، هذيك ترجمها على أنها تحفيز، كأنه الدماغ راه يمد لك، يعني القلب راه يدخل الدم باش يمد لك الطاقة. من جهة واحدة أخرى تنفس عميق وهادئ باش ترخي عضلاتك، ترخي هذاك التنفس الهادئ راح يخليك تهدأ، وراح يخليك تقدر تستعمل المعلومات اللي يكون عندك. تنفس التنفس يعني الشهيق، تحس بالأربعة ومعت يكون أطول، زفير بثمانية، وراح
راح تهدأ إن شاء الله وراح تستعمل المعلومات اللي خزنتها وراح نتمنى وفي الأخير نتمنى كامل التوفيق لكامل الطلبة وشكرا لك. التوفيق لكل الطلبة. دكتورة فازية مرزوقي طبيبة مختصة في الطب الوقائي ومدربة في تطوير الذات شكرا جزيلا لك. نتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت وأن تكون فعلا هذه مفاتيح النجاح للتغلب على التوتر والقلب والقلق أقول ولتمكين المترشحين من أداء هذا الامتحان في ظروف حسنة ولتقديم أفضل ما عندهم كل المعلومات اللي يمتلكوها أنهم فعلا يقدموها ويبتعدوا عن التوتر والقلق. فيروس كورونا لا يزال موجودا وللسيطرة والحد من انتشاره يبقى التباعد الجسدي ضروري وإلزام. وإذا كان من الضروري عليك تخرج من البيت فارتداء الكمامة إجباري لحمايتك وحماية غيرك من انتقال الإفرازات المعدية. احرص على تطبيق تدابير الوقاية في الأماكن العامة مع المحافظة على مسافة متر ونصف بينك وبين الآخرين وتجنب المصافحة والمعانقة. ومن الضروري غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو استخدام مطهر كحولي. ارتداء الكمامة، المحافظة على مسافة الأمان، تجنب التجمعات والزيارات. وللمزيد من المعلومات اتصل ب 3030. وعينا يحمينا. صباح الخير من الإخبارية للتلفزيون الجزائري. نواصل معكم فقرات هذا البرنامج ضيف الصباح مباشرة بعد هذا الفصل القصير. من الممارسات السياسية التي أصبحت لصيقة بمبادئ الحريات العامة والتي تسعى كل الدول إلى تكريس مفاهيمها الديمقراطية في هذا 15 من سبتمبر اليوم العالمي للديمقراطية، نتحدث عن المنظور العالمي للديمقراطية، عن مواكبة مفاهيمها لمختلف التغيرات السياسية، وأيضا عن الأشواط التي حققتها الجزائر في سبيل تعزيز الديمقراطية من خلال دسترة أهم مفاهيمها ومبادئها الأساسية. يحضر معي الأستاذ حمدوش محمد، أستاذ وباحث في العلوم السياسية والدولية بجامعة الجزائر. صباح الخير أستاذ. صباح النور، مرحبا. إذن أستاذ، الديمقراطية، اليوم العالمي للديمقراطية، هذه الكلمة الثقيلة التي أصبحت تتداول في كل مكان، بداية ماذا نقول عن الديمقراطية اليوم؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح سعيد لكل الجمهور أو الشعب الجزائري. أولا نتحدث على مفهوم الديمقراطية. مفهوم الديمقراطية أنها تعني كنظام سياسي حكم الشعب أو حكم الأغلبية بدل حكم الفرد والأوليغارشيات، هذا هو المنطق تاعها كمفهوم سياسي. أما كمفهوم اجتماعي فتكرس ثقافة مجتمع يقبل بالرأي الآخر، يقبل بالحريات، يقبل بالتعدديات الثقافية والفكرية إلى غيره من الأمور، ويكرس حقوق الإنسان ويكرس كذلك حرية الإنسان، وليست بالحرية المطلقة كما يشاع، لأن الحرية المطلقة لا توجد إلا الديمقراطية. هي مرادف للحرية؟ ليست المرادف للحرية. قلنا أن الديمقراطية هي شكل النظام السياسي للنظام الاجتماعي الأكبر الذي يسمى أو الفلسفة الليبرالية، هي الجزء السياسي للفلسفة الليبرالية. هذه الفلسفة الليبرالية اللي تكون تكريس للنظام الديمقراطي في الجانب السياسي، أي تداول على السلطة، مبدأ الفصل بين السلطات إلى آخره، وفي الجانب الاجتماعي تكرس الحريات وحق إنشاء الجمعيات والدفاع على حقوق الإنسان، وفي الجانب الاقتصادي كذلك النظام الرأسمالي كأحد توابع لهذه الأنظمة الثلاث في الجانب الاجتماعي وفي الجانب السياسي وفي الجانب الاقتصادي. نرجع لليوم العالمي للديمقراطية. هذا اليوم يعود أصل نشأته إلى مؤتمر الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة اللي أنشئ
بطلب من رئيس الفلبين اللي جاء بعد ثورة سلطة الشعب كما سميت في سنة 1988 بعد 20 سنة من الثورة على نظام ديكتاتوري. ثم في سنة 97 تم إعلان عالمي لحقوق للديمقراطية. بعدها في 2006 بطلب من أو بترويج من دولة قطر في المؤتمر السادس تم الإعلان على ما يعرف باليوم العالمي أو اليوم الدولي للديمقراطية في شهر نوفمبر 2007 ليصبح يوم 15 سبتمبر من كل سنة هو يوم للديمقراطية. هذا تاريخ فقط لكيف تم إنشاء أو تأسيس هذا اليوم. وللمزيد فقط قبل أن واصل معك النقاش نتابع هذا التقرير الذي أعدته الزميلة ربيعة أبو زيدي حول هذا اليوم، اليوم العالمي للديمقراطية الذي تحييه مختلف دول العالم في ظل جائحة كورونا، ظروف غير مسبوقة غيرت المفاهيم وأيضا كما يقال تؤسس لعالم جديد. فماذا عن الديمقراطية في ظل كل هذه التغيرات؟ سبتمبر اليوم الدولي للديمقراطية الذي أسسته الأمم المتحدة لاستعراض مدى تكريس مفهوم الديمقراطية في دول العالم، مصطلح يجوب المعمورة ويتشرب من الخصائص الثقافية والاجتماعية لكل بلد ليتلائم والبناء السياسي فيه. الديمقراطية هي سلوك يمارسه المواطن من أجل يبين مدى الحرية التي يعطيها داخل المحيط اللي يكون فيه سواء كان الدولة أو خارج الدولة، مما يبين عنده حقوق في الديمقراطية، نشوفه أنه حقوق يبينها يحصل عليها المواطن وواجبات في نفس الوقت بها يحقق حقوق المواطنين الآخرين. إذن الديمقراطية هي نموذج حضري في ممارسة السلطة حيث يجتمع المواطنون ويشتركون في اتخاذ القرارات اللازمة والتي من مبادئها احترام حقوق الإنسان، التعددية السياسية، التداول السلمي على السلطة، المساواة السياسية، احترام مبدأ الأغلبية، وجود دولة القانون، مؤشرات وأبعاد تحدد مدى انخراط المواطن في عملية بناء الدولة. إلا أن أكثر أنواع الديمقراطية في العالم شيوعاً هي الديمقراطية التمثيلية التي ينتخب فيها أفراد المجتمع أشخاصاً ينوبون عنهم في اتخاذ القرارات السياسية، إصدار القوانين والتشريعات، إدارة البرامج، المشاريع ومراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية بما يخدم مصالح الشعب ويحقق تطلعاته. مكونات وعناصر الديمقراطية الرئيسة التي تؤسس لنظام سياسي ديمقراطي وجبان تحقق: المواطنة، المشاركة السياسية، الشرعية الدستورية، النواب والمسؤولية، المعارضة، الفصل بين السلطات، والانتخابات النزهة. إلا أن الانتخابات وحدها لا تكفي لتحقيق الديمقراطية وتصنيف نظام سياسي بأنه ديمقراطي، إذ لابد من توافر عناصر أخرى منها برلمان شرعي ومستقل، مؤسسات مجتمع مدني فاعلة وعلى رأسها الأحزاب السياسية، الصحافة الحرة، قضاء نزيه ومستقل، وأخيرا ثقافة سياسية تؤكد مثل وقيم التسامح واحترام الرأي الآخر وضرورة وجدوى المشاركة السياسية وروح المبادرة وغيرها من القيم التي تشكل بمجملها ثقافة الديمقراطية. ويبقى تقاسم هذه المبادئ اللبنة الأساسية لبناء أسس الديمقراطية. الجزائر ليست بمنأى عن هذه المثل والقيم الديمقراطية، إذ شرعت مؤخرا في ورشة كبرى لاستصلاح سياسي، ألا وهي الدستور الذي يعد الوثيقة الأساس لتكريس الديمقراطية. الديمقراطية إذن حقوق وواجبات، هي نموذج حضري تسعى كل الدول لإرسائه. أستاذ حمدوش، ماذا لو نتحدث عن التطبيق الفعلي للديمقراطية على أرض الواقع؟ عند الحديث عن الديمقراطية في أرض الواقع سوف ننطلق من كونها دولة سائرة في طريق النمو، دولة من دول الجنوب ودولة تنتمي للمنطقة العربية. هذه الدول فيها مجموعة من المعوقات التي تعيق الديمقراطية، نختصرها في مسائل بسيطة لأن المبادئ تاع الديمقراطية معروفة لدى العام الخاص، كل الناس تعرفها خاصة مع الفيسبوك وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، رجعت كل الناس تعرف هذه المفاهيم. نرجعوا للمعوقات. المعوق الأول قلت لك سابقا أنه يرتبط
النظام الديمقراطي بالنظام الاقتصادي. الفرد في النظام الديمقراطي لازم يكون مستقل ماديا، به يكون مستقل في القرار تاعو، في القرار السياسي تاعو، في الاختيار تاعو، ما يكونش مفرض عليه عن طريق الحاجة أو عن طريق أي شيء واحد آخر. هذه أول نقطة. النظام الاقتصادي في الدول السائرة في طريق النمو كثير منها خاصة الدول العربية هي أنظمة ريعية تعتمد على مورد واحد يتحكم فيه سلطة سياسية معينة، وبالتالي هذه السلطة هي اللي تقوم بالإنفاق العام، والإنفاق العام هذا سواء مباشر أو غير مباشر يؤدي إلى ارتباط الفرد بالسلطة السياسية. هذه النقطة الأولى. هذا شيء إيجابي اللي ممكن نوظفه، أنه هذا المواطن نرفع المستوى تاعه المعيشي باش ما تتحكم فيه حتى طائفة سواء من الداخل أو من الخارج. النقطة الثانية اللي هي الأنا ومبدأ الذات. احنا في الدول هذه ما نقبلوش الطرف الآخر صراحة، هذه ثقافة مجتمعية أنك تقبل الرأي الآخر، كما يقول فولتير قد أختلف معك في الرأي لكن مستعد لأدفع حياتي ثمنا لتعبر عن 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 رأيك. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه هنا في هذه الدول يتحكم منطق العشيرة ومنطق القبيلة في مختلف أشكال الانتخابات، وهذه مشكلة من مشاكل هذه الدول. المشكلة الرابعة اللي تتعلق بالمشاكل الثالثة هي مشكلة النمذجة. لو شفتي ذوك الصور تاع الروبورتاج أنكم كي تتحدثتوا على الديمقراطية وريتوا صور في إسبانيا إلى آخره، يعني أنه عندنا فكر أنه الديمقراطية هي للغرب فقط. بالعكس احنا نقدر ويتم إن صح التعبير استرادة تلك النماذج الديمقراطية ومحاولة تطبيقها على مجتمعات مغايرة لتلك المجتمعات. لماذا لا نخلق نموذج ديمقراطي خاص بنا؟ لماذا يتوقف الفكر العربي أو الإفريقي عند المفاهيم الغربية؟ علاه ما نطلقوش العينان للمفكرين تاعنا وين يختارعوا لنا نماذج خاصة بنا؟ لأن الله عز وجل واش يقول؟ علم الإنسان ما لم يعلم. هذه ما لم يعلم ماهيش ظرفية، هذه ما عندهاش زمكانية معينة إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، يعني غير القيم الساعة يبقى ما لم يعلم. احنا نبحث في ما لم يعلم، ما عرفه الأمريكي خلاص راه معروف، راه موجود عندي في الكتب. نبحث في أشياء جديدة، نخترع نماذج اللي تخص، خاصة أن مفهوم الديمقراطية مفتوح للإبداع في كل القطاعات كما أشرت، في كل المجالات، في الممارسات السياسية الاقتصادية وحتى الثقافية لتحديد هوية الأمم. طيب نسقط هذا على، لو سمحتي فقط كلمة. الآن الدول الأوروبية تعاني خوف من صعود اليمين المتطرف إلى السلطة. اليمين المتطرف يناقض المفهوم الديمقراطي الأوروبي. يعني الإشكال تاع الديمقراطية حاليا مع هذه القيم أو المعايير الليبرالية مهددة في بعض الدول الأوروبية، مش فقط في الجزائر أو في أي دولة أخرى، وتأثير جائحة كورونا على هذه المفاهيم. لأن الديمقراطية قادر تجيب لك نظام ديمقراطي. طيب. الناس تأمن بالديمقراطية كما قادر تجيب لك الناس ما يأمنوش بالنظام الديمقراطي. طيب أنت تحدث على تأثير جائحة كورونا على الديمقراطية في العالم، لنمر إلى الجزائر. منطقيا أنه جائحة كورونا أثرت على الحياة السياسية في جميع دول العالم، شلت الانتخابات اللي هي أساس أو مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية واللي يضمن التداول السلمي على السلطة، وأجلت انتخابات في كثير من الدول، وأجلت التمثيل حتى أنه عقد السلطة التشريعية اللي هي سلطة تمثيلية للشعب، الاجتماعات تاعها كان دائما تحت إطار تخوف. سلطة القرار رجعت إلى السلطة التنفيذية لأن الظرف يستدعي، هناك شبه حالة طوارئ معلنة في جميع الدول العالم بسبب جائحة كورونا. يعني جائحة كورونا أوقفت الحياة السياسية كلها ولم توقف فقط ما يعرف بالديمقراطية. طيب الآن الجزائر تعيش على واقع مشروع تعديل الدستور، هو مشروع طموح طبعا فيه كل الجوانب من أجل تعزيز الديمقراطية. نتحدث عن مبادئ الحريات في الدستور الجديد، إنشاء الجمعيات خاصة، والأمم المتحدة لهذا العام في هذه المناسبة تشدد على ضرورة تفعيل دور الجمعيات وتأكيد دورها في مختلف القطاعات في مختلف مناحي الحياة السياسية وأيضا الاجتماعية والاقتصادية. مادام بديتي بالجمعيات، راه نتحدثوا على الجمعيات، انه الجمعيات في السابق في الدستور السابق باش تاسس جمعيه ولا باش تتظاهر تقوم تطلب ترخيص من السلطه
التنفيذية والسلطة السياسية في البلاد. لكن في الدستور القادم بإذن الله راح يكون هو تصريح أنك تصرح بأنك راح تأسس جمعية ولا بأنك راح تعقد تظاهر في مكان معين، ويعني أنه المشرع يمنع تفعيل الدور الجمعي، يمنع حق إنشاء الجمعيات للمواطنين بصفة عامة، كما يمنع حق التظاهر اللي كان ممنوع لفترة طويلة خاصة مع حالة الطوارئ اللي عرفتها الجزائر أثناء العشرية السوداء واللي استمرت. وفي هذا الباب بالذات إعلان طوارئ حدد بثلاثين يوم ممكن تجديدها بموافقة البرلمان بغرفته، وحددت حالة الاستثنائية بستين يوم التي يمكن تجديدها كذلك. مقبل لم تحدد حالة الطوارئ بمدة ولا وقت زمني معين. نرجع لمبدأ الحريات، الدساتير الجزائرية كلها كرست الحريات، لكن الشيء الجديد أنه راح يكون هناك شبه ردع دستوري لأي انتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان أو الحريات. نقطة أخرى أنه الدستور القادم راح يكرس مبدأ الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، لأنه سابقا ما كانش الاستجواب يثير مساءلة قانونية أو مسؤولية للوزير المستجوب في حالة فشلوا في الإجابة عن هذا السؤال أو في فشل سياسة معينة، كان مجرد أنه يعاد النقاش في البرلمان بغرفته. الآن كاين مسؤولية بعد الاستجواب، أي أنه النواب لما يستجوبون وزير معين تقع عليه المسؤولية وممكن حتى المسألة القانونية. الدستور كذلك جاب المحكمة الدستور الجديد، المحكمة الدستورية اللي تكون من أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بطبيعة الحال، لأن المحكمة الدستورية مش كما يتخيلها الشعب أنه محكمة لازم يكونوا قضاء، لا، هي المحكمة الدستورية عبارة عن أداة لرقابة دستورية على القوانين تكون ما بين السلطات الثلاث احتراما لمبدأ الفصل ما بين السلطات، أربع أعضاء من رئاسة الجمهورية تابع رئيس الجمهورية، وأربع أعضاء من السلطة التشريعية، اثنين من مجلس الأمة واثنين من المجلس الدستوري، وأربع منتخبين من القضاة ينتخبهم زملائهم، اثنين من المحكمة العليا واثنين من مجلس الدولة، يعني اثنين من القضاء العادي واثنين من القضاء الإداري. الدستور كذلك في إطار المبادئ الديمقراطية كرس لأول مرة إذا استرجع رئيس الحكومة السلطات تاعو راح يكون فعلا ازدواجية السلطة التنفيذية، ازدواجية السلطة التنفيذية اللي كانت مهملة طيلة عقود بتكريس الصلاحيات لدى رئيس الجمهورية وتركيز صلاحيات لدى رئيس الجمهورية، والوزير الأول يعبر عن منسق فقط وليس فعلا رئيس حكومة. انخراط المواطن في العمل الجمعوي، الحقوق والواجبات، وأيضا تكريس مبدأ تكافؤ الفرص، نتحدث عن مختلف مثلا فيما يتعلق بالعلاج، التربية وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها المواطن. الدستور الجزائري باختصار باش ما نبقاوش في الصحة تعليم إلى آخره يكرس جميع الحقوق المنصوص عليها في العهدين الدوليين لحقوق الإنسان. أشكرك جزيلا، أشكرك جزيلا الأستاذ محمد حمدوش على كل هذه الإيضاحات، الأستاذ والباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر، شكرا لك. فاصل ونواصل معكم مشاهدينا، ابقوا معنا. أحلى صباح، أجمل صباح هو هذا الصباح عبر الإخبارياتي الثالثة. قررت الحكومة إجبار المواطنين على حمل القناع الواقي للحد من انتشار الوباء وانتقال العدوى بين الأفراد. حققت هذه الأهداف أهداف التنمية المستدامة. تاكل اللي جات، قال في النهار ما ناكلش خلاص، وفي الليل هاو ندير برنامج غذائي باش نخرج من رمضان صحيح. أخبار الصحف الوطنية والدولية مع زميلنا فتحي يعقوب، صباح الخير فتحي. البداية بيومية الخبر التي سلطت الضوء على اجتماع مجلس الوزراء. المرفوض يعتمد على الصفقة أو التدلل. أنت معنا من ولاية بسكرة، صباح الخير كوثر. صباح الخير، تحية عطرة لك ولكل المشاهدين. أيضا عن الرياض من هذا الصباح وسنبدأه كالعادة أكيد.
إذن مشاهدينا، أتصفح معكم الآن عناوين مختلف الصحف الوطنية والدولية مباشرة بعد هذا الفاصل. أهم ما جادت به قريحة الإعلاميين الجزائريين وأيضا في الصحف الدولية مباشرة مع مجدة جنز في قراءة لعناوين الصحف. صباح الخير مجدة. صباح الخير فايزة. مشاهدينا أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد والمتجدد من قراءة للصحف، إليكم أبرز ما جاء فيها. نستهل جولتنا الإخبارية من جريدة ديكا نيوز الناطقة باللغة الفرنسية والتي عنونت 3 أسئلة لوزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، حيث كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمر بالحيمر أن وزارته تعول على القيم النبيلة للمواطنة والاحترافية للصحفيين ووسائل الإعلام خلال تغطية الاستفتاء على تعديل الدستور، مضيفا أن الحكومة تعتزم الاعتماد على استراتيجية إعلامية يمكن انتهاجها خلال الحملة الانتخابية. إلى الصفحة 4 من جريدة البلاد نقرأ مقالا بعنوان قرار عودة الطلبة حضوريا يوم 19 سبتمبر ليس نهائيا، حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أن مقترح تاريخ 19 سبتمبر كموعد للدخول الجامعي ليس نهائيا، وإنما هو اقتراح وزارة التعليم العالي للحكومة، وأنه هناك اقتراحات أخرى قدمت للوزير الأول طور الدراسة. الوزير كشف أيضا بأن سنة الجامعية المقبلة ستتميز بتوسيع قائمة الاختيارات ورفعها من 6 رغبات إلى 10، بالإضافة إلى فتح تخصصات جديدة خاصة بعد أن تعززت شبكة التعليم ب3 مدارس أخرى. كورونا تتراجع إلى ما دون 250 حالة منذ 80 يوما، عنوان صدر عن جريدة المحور. ويقول المقال لأول مرة منذ نهاية جوان الفارط سجلت أعداد المصابين بكورونا في الوطن أدنى مستوياتها بعد أن تراجعت إلى أقل من 250 إصابة، فيما يتوقع في الأيام القادمة أن ينخفض عدد الإصابات بكورونا أكثر قياسا بمنطق الأرقام التي أخذت تتراجع تدريجيا بصفة منتظمة منذ أكثر من 2 شهر. المقال تطالعونه كاملا في الصفحة 2 من الجريدة. إلى جريدة لا جونيس دالجيري ناطقة باللغة الفرنسية والتي عنونت موعد فتح الحدود لم يحدد بعد، حيث تحدث عضو اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا بقات بركاني عن الوضع الصحي بالبلاد، وأشار في هذا الصدد إلى الشروط الواجب توفرها في البروتوكول الصحي الذي يجب على شركات النقل المعنية تقديمه للجنة من أجل اعتماده في حال تم الإعلان عن فتح الحدود. كما أكد أن قرار تحديد تاريخ فتح الحدود الجزائرية يعود لرئيس الجمهورية والحكومة، وبأن اللجنة العلمية ليست هي من تتخذ القرار، وإنما تقدم اقتراحات وتعتمد البروتوكولات الصحية المقدمة من الهيئة العليا. بركاني أضاف أن لقاح فيروس كورونا سيكون جاهزا خلال الأسابيع القادمة، وستعمل الحكومة الجزائرية على توفيره الشهر القادم. لن نتسامح مع شركات الإنجاز المتأخرة في تجسيد المشاريع، عنوان جاء في صفحة 7 من يومية الجزائر. ويقول المقال التقى المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل محمد طارق العريبي التقى مع ممثلي الشركات المنجزة للمشاريع، واستمع إلى الانشغالات التي تعترض شركة كوزو في تجسيد مشاريعها، ووعد بإيجاد حلول في أقرب الأجال. المدير العام الوكالة دعا كل الشركات إلى الالتزام بالشروط التعاقدية مع وكالات عدل، خاصة فيما يتعلق بالجودة ونوعية إنجاز السكنات، وفي حال عدم التزامها يقول المدير العام أن الوكالة ستتخذ الإجراءات القانونية ضدها، وحتى وإن لزم الأمر فسخ العقد، يضيف المقال. إلى جريدة أخبار اليوم وجاء فيها 9 منتجات للصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني باتت متوفرة في وكالات إضافية، حيث أعلن البنك الوطني الجزائري عن إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية على مستوى 6 وكالات إضافية عبر عدة ولايات، ليرتفع بذلك العدد إلى 36 وكالة موزعة عبر 27 ولاية. ويسعى البنك لتعميم هذا النشاط عبر أكثر من 50 وكالة
وتغطية جميع ولايات الوطن قبل نهاية السنة الجارية. إلى الصحف الدولية الآن، والبداية من جريدة القدس العربية التي عنونت حول أخبار كورونا. أقول تحذير من وفيات جديدة في أوروبا، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أوروبا ستشهد ارتفاعا محسوسا في عدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا خلال الخريف، تحديدا شهر أكتوبر ونوفمبر، في وقت بلغ عدد الحالات المسجلة يوميا رقما قياسيا حول العالم، حيث أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة أن الفيروس أودى بحياة أكثر من 900 ألف شخص، في حين بلغ عدد المصابين قرابة 29 مليون إصابة، تعافى منهم نحو 21 مليون شخص حول العالم. إلى جريدة العربية الجديدة، وجاء فيها حرب تكنولوجية باردة وواشنطن تشدد الحصار على الشركات الصينية، حيث صادت الولايات المتحدة الأمريكية حربها التجارية على المنافس الأكبر لها في الأسواق العالمية، مشددة حصارها على الشركات التقنية الصينية، إذ حذرت التعامل مع هواوي، كما منعت نقل التقنيات الأمريكية المتقدمة إلى الشركات الصينية، وأعادت تنظيم كابلات الاتصال عبر البحار ضمن الحرب التجارية الدائرة مع الصين. نختم من صحيفة العربية الجديد التي نشرت مقالا آخر بعنوان سيفا أول محرك بحث مستقل بأهداف خيرية، حيث يعد سيفا أول محرك بحث مستقل على شبكة الإنترنت له أهداف خيرية، إذ سيخصص عائداته الإعلانية لتمويل منظمات غير حكومية توفر الغذاء للمحتاجين في إفريقيا وآسيا وغيرهما. ويقول شون كيلي الذي ابتكر هذه الأداة أنه يريد من خلالها استحداث وسيلة تتيح لمستخدمي الإنترنت مساعدة الآخرين عبر التكنولوجيا من دون أي مجهود. يا لها من مبادرة تستحق الثناء. مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. عودة إليك فايزة. أشكرك ماجدة على هذه الإطلالة في عناوين الصحف الوطنية والدولية، نلقاك في أعدادنا المقبلة. إذن مشاهدينا، فاصل ونواصل. في إطار إجراءات مكافحة جائحة كورونا، قررت الحكومة إجبار المواطنين على حمل القناع الواقي للحد من انتشار الوباء وانتقال العدوى بين الأفراد. وضع القناع الواقي إجباري وعدم الالتزام بهذا الإجراء الصارم يعرض المخالف لعقوبات قانونية. يمنع منعا باتا دخول الأماكن العمومية كالأسواق المغطاة وغير المغطاة والمحلات التجارية والمقابر والمرائب دون ارتداء القناع الواقي، إضافة إلى التباعد المكاني والمسافات. وضع في متناول المواطنين الحصول على الأقنعة الواقية على نطاق واسع، وتتكفل بتوزيعها على المواطنين لجان المجتمع المدني ومختلف جمعياته. الحكومة لها الثقة المطلقة في استجابة المواطنين ووعيهم وتضامنهم في هذه المرحلة من التعبئة الشعبية للتصدي لوباء كورونا. ضرورة احترام كل الإجراءات الوقائية للاحتراز من فيروس كورونا، هذا الفيروس الذي ما يزال موجودا وما يزال علينا التقيد، وبكل صرامة بالإجراءات الوقائية، وضع القناع الواقي، التباعد الجسدي، وأيضا الخروج للضرورة. ضيف الصباح، نتحدث الآن عن قطاع البناء، عن أهمية هذا القطاع في تغطية الطلب المحلي وأيضا في ولوج الأسواق الأجنبية. يحضر معي الرئيس المدير العام لشركة توزيع مواد البناء التابعة المجمع الصناعي للإسمنت. صباح الخير سيد بن ساسي. صباح الخير، صباح الخير، وشكرا على الاستضافة.
سيد بن ساسي، بداية المجمع كانت له تجارب ناجحة في التصدير بداية من العام 2018، وهذا بعد سياسة بعد استراتيجية اقتصادية شاملة لهذا المجمع العمومي بهدف تحديث بهدف تطوير الإنتاج وأيضا تغطية الإنتاج أو الطلب المحلي ومن ثم ولوج الأسواق الأجنبية. بطبيعة الحال في عجالة راح نقدم الشركة وثم نتكلموا على التصدير. دونك سوديسماك هي شركة توزيع مواد البناء للفرع لمجمع الإسمنت الجزائر جيكا، لنا فروع 15 وحدة بيع على كل التراب الوطني من تلمسان حتى الطارف ومن جزائر العاصمة حتى تلمسان، ولنا ما يفوق 28 نقطة بيع في كل قطر الوطني. دونك شركة سوديسماك هي الشركة اللي تسوق منتوجات المجمع جيكا من الإسمنت الرمادي وأيضا مختلف مواد البناء من الحديد الصلب والخرسنة والجبس وكل مواد البناء لاكتفاء كل الطلبات على المستوى الوطني. هذا فيما يخص الشق الوطني. فيما يخص التصدير، هناك تجربة الحمد لله قمنا بها في ماي 2018 وبديناها من ماي 2018، هو تصدير مادة الكلانكار والإسمنت. ومن من 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 2018 إلى يومنا هذا المجمع جيكا صدرنا حوالي مليون ما يفوق 1,135,000 طن كلانكار وإسمنت. هذا ما قدم العائدات حوالي 35 مليون، فما يفوق 35 مليون دولار عائدات هذه المنتوجات. وإحنا راحين إن شاء الله قدما إن شاء الله في المستقبل لبرنامج تصدير يكون واعد إن شاء الله، حيث أهداف المجمع في السنة المقبلة إن شاء الله تاع 2021 هي حوالي 3 ملايين إلى 4 ملايين طن اللي راح تصدر للدول. احنا عندنا زبائن في العالم، منها إفريقيا الغربية اللي كانت تجربة معاهم في السنغال عن طريق ميناء داكار، وفي لاغومبي لاموريتاني درنا تجربة أيضا في لوغابون وفي بعض الدول دونك لإفريقيا الغربية. إن شاء الله تاني عندنا أفاق فيما يخص السوق الليبي والسوق أوروبا الجنوبية، حيث رانا نعمل على قيام بالسيرتيفيكاسيون سيو اللي تطلبها الدول الأوروبية من أجل تسويق هذا المنتوج، وإحنا إن شاء الله رانا قدما إن شاء الله باش نزيدوا في هذا. إذن قفزة نوعية حققها مجمع جيكا فيما يتعلق بالوطني نركز على هذه النقطة لتقليص فاتورة الحاجيات المحلية أولاً. لتقليص فاتورة الاستيراد. والحمد لله منذ 2018 كان فيه اكتفاء ذاتي في الجزائر فيما يخص مادة الإسمنت، وأيضا أنه كانت فيها العديد من الإجراءات للحد من استيراد الإسمنت بهدف التمكين طبعا من استعمال المنتوجات المحلية. طبعا دونك هذه الاستراتيجية الأولى اللي كانت دورنا كمجمع ملك للدولة، دونك أنه نكفي السوق الوطني من المنتوج الإسمنت. ثم الاستراتيجية اللي باشرنا بها هو تحسين الجودة، لأنه كما تفضلتي وقلتي هو فيما يخص المقاييس الدولية هناك معايير اللي لازم كل مصنع لازم يراعيها ولازم يكون يدخل فيها وكل شيء. دونك احنا هذا هو العمل اللي خدمنا عليه مدة عامين، والحمد لله اليوم المنتوج تاعنا راهو مطلوب ومطلوب بصفة يعني كبيرة. كل يوم رانا نتلقاو طلبات في الأسواق الدولية، وهذا هو الشيء اللي حفزنا ان شاء الله واللي راح ان شاء الله يباشرنا باش نلبيو كل هذه الطلبات. هذه ما يخفالكش لازم نكونوا تاني صرحاء، كاين فيه بعض العواقب، كاين به واحد بعض العراقيل، ولكن الحمد لله بالسياسة الرشيدة اللي تقدم بها السيد رئيس الجمهورية. هنا نتحدث على مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل اقتصاد جديد، دفع هذه القطاعات خاصة وأيضا المؤسسات العمومية وإشراكها في التنمية الاقتصادية الشاملة وتحقيق القيمة المضافة.
هذا هو الهدف، وبالتالي السياسه اللي انتهجها السيد رئيس الجمهوريه والسيد وزير الاول اللي تكلم عليها عنده يومين في الحجار في عنابه هو التقدم في جوده الاقتصاد وفي فعاليه الاقتصاد الوطني والانعاش الاقتصادي. احنا ندخلوا في هذا البرنامج، وهذا البرنامج اللي رانا نعملوا عليه ان شاء الله باش نزيدوا في الصادرات، لانه راح تكون مداخيل اكبر من العمله الصعبه للجزائر، ونحسنوا ايضا في جوده المنتوجات تاعنا للاكتفاء سواء في المستوى الوطني وايضا في على المستوى الدولي ان شاء الله. القطاع العمومي قادر على رفع هذا الرهان؟ والله لنا كل الامكانيات، زدنا في طاقات الانتاج تاعنا. مجمع جيكا اليوم راهو في 2020 راح نوصلوا ل 20 مليون طن انتاج سنوي، دونك ال 20 مليون طن هذه الاكتفاء تاع السوق الجزائري راح يكون بصفه كليه، ورانا قادرين ان شاء الله نروحوا لكل الاسواق العالميه ان شاء الله. هذا مش كلام، مجرد كلام، هو يعني البطاقه التقنيه تاع المنتوجات تاعنا هي اللي راهي تتكلم وهي اللي راهي تقول اللي خلات الكثير من الطلبات راهم يجيو، وكاين ولوج كبير على هذا الماده. ماذا عن المورد البشري واستعمال الكفاءات الجزائريه؟ الحمد لله صدر فيما يخص الموارد البشرية، احنا عندنا فرع في المجمع اللي هو لوسفيك، اللي هو فرع التكوين اللي رانا نكونه في مجال الإسمنت فيه. كل الإطارات راه يتمر على هذا الفرع هذا، ورانا كاين فيه تكوين متواصل وتكوين مستمر. وناهيك عن الكفاءات تاع الموارد البشرية اللي تلقيناها في السنوات الماضية على مستوى مصانع الإسمنت. فيما يخص الموارد البشرية هناك استثمار دائم، حيث قمنا بالاستثمار في مصانع جديدة كمصنع سيغوس في أم بواقي ومصنع بشار أين كانت فيه مصانع جديدة، وهذا ما قدرنا نلبيه احتياجات السوق، الطلب من اليد العاملة ومن صدير الريكروتمون يعني التوظيف الإطارات، حيث كل مصنع راه يوظف حوالي 500 عامل مباشر وإلى حتى 1500 عامل غير مباشر. هذا ما قمنا بامتصاص الطلب عن الشغل، ورانا ماشيين فيما يخص الشركة اللي راني نسير فيها اللي هي سوديسماك، راح يكون فيه انتشار بعض نقاط البيع على مستوى الشرق وعلى مستوى الوسط وعلى مستوى الجنوب. هذا ما راح يسمح ان شاء الله مستقبلا ان نفتح مجال لتشغيل الاطارات وتشغيل الكفاءات الشابه ان شاء الله. ماذا عن عصرنة وسائل الانتاج؟ عصرنت وسائل الانتاج هي كانت يعني هذه سياسه راهي منذ سنوات راهي في المجمع الاسمنت جيكا، حيث ان قمنا باعاده الاستثمارات تاعنا، لانه المصانع تاعنا الكثير منها كانت في سنوات الثمانينات، ورايو كان فيه تجديد مستمر فيما يخص عصرنتها وفيما يخص، ولانه العصرنه باش نقدروا نجيبوا الجوده اللازمه وباش نقدروا نكونوا في المستوى العالمي، يجب ان تكون فيه عصرنه على مستوى المصانع وتكون عصرنه على مستوى اداه العمل. وهذا الشيء رانا ماشيين به باستمرار عن طريق لا ديفيزيون ديفلوبمون تاع المجمع اللي كاين فيه اعاده هيكله واعاده استثمارات المصانع اللي قديمه، وناهيك عن لي زيكستونسيون عن بعض التوسعات كما مصنع عين كبيره في سطيف ومصنع شلف كان فيه توسيع في طاقات الانتاج، وبالتالي جبنا يعني استثمارات جديده والحمد لله. طيب سيد بن ساسي، نعود للحديث عن التصدير، الافاق المستقبليه، الاسواق الجديده اللي يطمح مجمع جيكا لولوجها في الاونه او في الفتره المستقبليه. فيما يخص التصدير كما تفضلت وقلت لك، احنا هناك اسواق راهي تطلب في المنتوج نتاعنا. التصدير يعني يركز على الاسمنت، ماده الاسمنت؟ ماشي غير ماده الاسمنت، احنا رانا عندنا كل مواد البناء، دونك راح نصدروا ان شاء الله عندنا الرخام اللي راهو في عندنا فرع اللي هو جرانيو است اللي ينتج الرخام على مستوى لاكاريير تاع معونه في قلما، والرخام بجوده عاليه اللي رانا بدينا نقدموا البطاقه التقنيه تاعو، وكاين فيه ولوج على هذا
المادة. الإسمنت ومشتق الإسمنت اللي هو الكلانكير تاني فيه طلبات كبيرة. احنا عندنا السوق الليبية اللي رانا ان شاء الله نتفائلوا باش نروحوا للسوق الليبية. هناك سوق تاني افريقيا الغربية عفوا كما تفضلت قبيل موريتانيا وسنغال وبعض الدول في الجهة الغربية الإفريقية. هناك سوق الأوروبا الجنوبية. ما يخفلكش أنه هناك قانون صدر في 2019 في على مستوى اليونيون أوروبيان وين منع ليميسيون تاع لو سي او 2 في بعض المصانع في أوروبا. هذا ما ألزم بعض المصانع في أوروبا تتوقف, وتوقف هذه المصانع خلات أنهم تكون فيه استجابة كبيرة على السوق الجزائري اللي رانا بقرابه السوق الاوروبي من السوق الجزائري. الموقع الاستراتيجي للجزائر بارابول يعني بالنسبه للسوق اوروبا الجنوبيه, وهذا هو الشيء اللي خلى كاين فيه طلبات الكثير ان شاء الله, لانه قاعدين هذا هو الهدف اللي رانا نديروا فيه لا سيرتيفيكاسيون سي ان شاء الله باش نوصلوا لهذه الاسواق. وما يخفلكش انه ثاني فيما يخص كندا والولايات المتحده تلقينا ثاني طلبات فيما يخص الماده تاعنا. هناك فيه رانا قاعدين نحطوا في المعايير الدوليه باش ان شاء الله نقدروا نجاوبوا على كل هذه الطلبات. ما يعني فيه ان شاء الله في البرنامج اللي سطرناه تاع 3 ملايين 4 ملايين طن ولما لا أكثر ان شاء الله. نعم. ولكن هذه كما كنت تفضلت وقلت لك هناك فيه ثاني استثمارات لازمها تكون على مستوى الموانئ الجزائريه. لانه كاين باش تكون سرعه باش نعمروا توفير الوسائل اللوجستيه فوالا باخره ولو سمو. كاين فيه لي شيب لودر تاثير فتره الجائحه والاغلاق الاقتصادي على هذه على عمل المجمع وايضا على العمليه التصديرية. والله جائحة كورونا وقفت شوية يعني باش مواد البناء في الجزائر عدت علينا شوية الأزمة الصحية وين وقفت شوية قطاع مواد البناء, ولكن على مستوى دولي البواخر بقات تمشي يعني في وقت الجائحة يعني بقات البواخر نقدر صدرنا يعني كان فيه برنامج تاع 2020 وين صدرنا الكثير من 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 الكميات. انا نتكلم معك غدا وبعد غد ان شاء الله كاين باخره ثاني تاعنا اللي راح ان شاء الله تمشي ثاني تروح السوق تاع السنغال. دونك فيه برامج راهي مستمره, احنا ما يعني ما توقفناش مع الجائحه, رانا العمل تاعنا راهو مستمر. ولكن ان شاء الله احنا الاهداف تاعنا مع بعض الاستثمارات على مستوى الموانئ هو نزيدوا في الطاقات تاع التصدير باش نقدروا ندخلوا اكثر مداخل. احنا نشاهد هذه الصور للمجمع طيب سيد بن ساسي, اذا جميل جدا انه نسمع انه المنتوج الوطني الجزائري متواجد في مختلف انحاء العالم. تحدث لي عن ليبيا, عن إفريقيا الغربية, عن أوروبا أيضا, حتى أن هناك طموح لبلوغ أمريكا, كندا أيضا. كل هذا طبعا بمراعاة شروط الجودة والنوعية لتعتبر أساسية في هذه الأسواق, أنه فعلا المنتوج الجزائري يستجيب لكل هذه الشروط. لا طبعا, هو يعني بدون جودة عالية المنتوج تاعك مش راح يقدر يتسوق. يعني هنا ما فيش بدون اي مجامله ولا بدون اي لوسمو, يا تكون عندك منتوج يعني يراعي المقاييس الدوليه وتقدر تدخل به السوق الدوليه ولا لا. يعني هذا هو السوق العالمي, هكذا داير. ما يخفاش عليك انه عندنا منافسين يعني اللي عندهم وسائل كبيره كتركيا, لانه هو شويه في الباسا ميديترانيا, دونك هو المنافس الاول تاعنا. احنا خلانا حكم القرابة تاعنا لأوروبا الجنوبية, حكم القرابة تاعنا لإفريقيا الغربية خلتنا نقدروا ننافسوه, لأنه فيما يخص المسافة وكلش قدرنا ننافسوه هنا في السوق هذه. ولكن الجودة هي أساس كل شيء, لأنه بدون مراعاة المعايير الدولية والجودة ما تقدرش توصل لهذه الأسواق وما يقدروش. صحيح. ونعود للجزائر. الجزائر الآن هي ورشة مفتوحة خاصة في قطاع البناء, قطاع السكن, عدة ورشات مفتوحة. هل فعلا المجمع يتمكن من تغطية رفع الرهان, تغطية الطلب المحلي فيما يتعلق بهذه المواد, وفعلا خفض فاتورة الاستيراد والاعتماد بدرجة كبيرة بنسبة عالية على المنتوجات الوطنية؟
هذا التزامنا، هذا التزامنا بدورنا شركة وطنية، شركة جيكا، وعن طريقها أنا سوديسماك. نقاط البيع تاعنا راهي في كل قطر الوطني، ونطلب من كل مواطنين التقرب من نقاط البيع تاعنا. احنا راح ندخل إن شاء الله منتوجات متوفرة على القريب، راح ندخل بأسعار جد متنافسة وفي في في متناول الجميع. ماذا عن الوفرة؟ وفيما يخص الوفرة احنا قادرين باش نكفيو كل السوق الوطني. يعني هذا التزام، هذا التزام نقدر نديروا معاك. الأولوية للسوق الوطني، أن فعلا نكفي السوق الوطني الطلب المحلي ومن ثم توجهوا للتصدير. احنا عندنا الكميات الكافية باش نلبيو طلبات كل السوق الوطني والتصدير ايضا. لانه في المؤسسه سوديسماك عندنا شقين، الشق المحلي وعندنا الشق الدولي. فيما يخص الشق المحلي، احنا عندنا الاكتفاء الذاتي، نقدر نمد وعد لاي مواطن ولا اي مؤسسه، اي اختصاصي في المجال البناء، انه يتقرب منا، نقدر نوفر له كل مواد البناء. والاسعار انت اشرت لها باسعار جد تنافسيه ان شاء الله، راح تكون في القريب ان شاء الله العاجل راح قاعدين نراجعوا اسعارنا باش ان شاء الله نكونوا نقدر ونوصلوا لكل الفئات، سواء كانوا أخصائيين، سواء كانوا مؤسسات البناء، أو المواطن العادي اللي راح يباشر باش يحتاج يعني مواد البناء. احنا راح يكون فيه أيام وين تقرب للمواطنين، وين راح ننظموا تاني أيام للأخصائيين وأصحاب المهنة، ونحن نعرفوهم على مختلف المنتوجات اللي نديروها. لأنه سوديسماك رانا نسوقوا الحديد والصلب، نسوقوا الخرسنة، نسوقوا الإسمنت، نسوقوا الجبس، الإسمنت الأبيض، نسوقوا كل مواد البناء، جل مواد البناء احنا نسوقوها في على مستوى نقاط البيع تاعنا. وراح ندخلوا ان شاء الله باسعار ديجا رانا في السوق، ولكن راح نزيدوا ان شاء الله نحسنوا في الاسعار باش تكون في متناول الجميع. وهذا هو رهان المخطط الانعاش الاقتصادي. كلمه ختاميه فقط. هذا هو هدفنا جوستمو، باش نكونوا ان شاء الله في الرهان، ونكونوا في موعد ان شاء الله للانعاش الاقتصادي، وهكذا باش يكون فيه اكتفاء السوق الوطني، ونكون تكون فيه وفره للجميع ان شاء الله. فعلا هي تجربه ناجحه رائدة جدا، نتمنى لكم كل التوفيق مستقبلا. الرئيس المدير العام لشركة توزيع مواد البناء التابعة لمجمع المجمع الصناعي للإسمنت السيد سفيان بن ساسي، أشكرك جزيلا. شكرا للاستضافة. إذن مشاهدينا، كانت هذه وقفة عند أهمية تغطية السوق الوطنية بالمنتوجات المحلية وأيضا الطموح للتصدير. نواصل معكم بعد الفاصل. فيروس كورونا لا يزال موجودا، وللسيطرة والحد من انتشاره يبقى التباعد الجسدي ضروري وإلزام. وإذا كان من الضروري عليك تخرج من البيت، فارتداء الكمامة إجباري لحمايتك وحماية غيرك من انتقال الإفرازات المعدية. احرص على تطبيق تدابير الوقاية في الأماكن العامة مع المحافظة على مسافة متر ونصف بينك وبين الآخرين، وتجنب المصافحة والمعانقة. ومن الضروري غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو استخدام مطهر كحولي. ارتداء الكمامة، المحافظة على مسافة الأمان، تجنب التجمعات والزيارات. وللمزيد من المعلومات اتصل ب 3030. وعينا يحمينا. إذن مشاهدينا، تحدثنا منذ قليل عن أهمية تطوير المنتوج الوطني بهدف ولوجه للأسواق الأجنبية وتلبيته لكل المقاييس الدولية في هذا المجال. ومن بين أهم الشروط لولوج الأسواق الأجنبية هو الترقيم العمودي لوتودابار، الذي من المفروض أن تحمله مختلف المنتوجات الموجهة للتصدير. نفصل في هذا الموضوع بعد الفاصل. الترقيم العمودي إذن أو الكودابار، هذه العلامة التي نجدها في أسفل أو نجدها في جميع المنتوجات المستوردة وأيضا المنتوجات الموجهة للتصدير، والتي تحمل بطاقة تعريفية تقنية للمنتوج. كيف نقرأ هذا الترقيم؟ أهمية الجهود المبذولة لتعميمه على المنتوج الوطني، مع المدير العام لجمعية الجزائرية لترقيم المواد السيد حليم رشام. صباح الخير سيد رشام. صباح الخير.
إذن سيد رشام، بداية ما هو الترقيم العمودي؟ الترقيم العمودي هو رقم تسلسلي يعطى لكل منتوج منذ نشأته. هو هذا الرقم فيها أرقام متعددة، فيه هو الرقم الرمزي للبلد اللي هو 613، ومن بعد يتبعه رقم تسلسلي للشركات على حسب نوعية الشركة، يعني مورا ولا فيزيك ولا حتى يكون حتى الشركات الخاصة. وبعدين فيه رقم يجي وراه هو رقم تسلسلي للمنتوج، وكل هذه الأرقام يعني تحسبها بالألغوريتم تعطيك رقم المنتوج، وهو هذا الرقم يكون وحيد في العالم، يعني ما تلقاش رقم نفس الرقم يعطى في عالميا، يعني ما نلقاوش نفس الرقم دي منتوجين نفس الشكل، يعني شركة ألف وشركة باء عندهم نفس المنتوج، ولكن الرقم ينعطيه الشركة يخليه مختلف عن الشركة الثانية. وهذا الرقم يكون يتبع المنتوج في أي منطقة يتوجه لها عبر العالم؟ هو يعتبر كجواز سفر للمنتوج، يعني سفر معه يعطي المعلومات للمنتوج، يعطي التسلسل تاع المنتوج، على تراسابيليتي تاع المنتوج، وبه نقدر نعرف وين يتوقع هذا المنتوج. هذا عن تعريف الترقيم العمودي. لماذا تسعى الجزائر اليوم لتعميم استعمال الترقيم العمودي وتمكين المنتجات الوطنية من هذه البطاقة التعريفية؟ هي منظمة عالمية تعمل بنفس المقاييس. واحد ما يحب يصدر ولا يستورد اي منتوج لازم نعرفوا مصدر تاعو، لازم نعرفوا النوعية تاعو، لازم نعرفوا تكوين مكونات تاعو. بدون ترقيم المنتوج ما نعرفوش وين راه واصل وشكون اللي عمله. اليوم كل البلدان العالمية تستعمل هذه المنظومة. فيه بلدان، يعني أغلبية البلدان العالمية ما تخليش المنتوج، أي منتوج يدخل ببلادها يتسوق في بلادها بدون ما يكون عندها هذا الترقيم، هذه واحدة. وبدون يعني أصبح إلزامي، خاصة يعني الفترة الأخيرة في الأدوية. فيه بلدان اليوم، وكان نأخذ مثال الدواء الجزائري اللي ما عندوش هذا الترقيم، ما نقدرش ندخل بلدان أجنبية، يعني مثل بلدان مينا ولا أوروبا ولا أمريكا، حتى البلدان الإفريقية، يعني منذ سنوات قليلة وين اتفقت 25 بلد إفريقي باش يضم في قوانين تاعو هذه المنظومة. طيب، هذا فيما يتعلق بالتصدير، ماذا عن الاستيراد؟ هل يجب أن تحمل كل المنتوجات المستوردة هذا الترقيم، وما علاقته بحماية المستهلك؟ أكيد. اليوم وكان نشوفه في السوق الجزائري فيه منتجات عندها ترقيم عمودي، وفيه منتجات تجي بدون ترقيم عمودي، وهذا يخلينا ما نعرفش مصدر إنتاج هذا المنتوج، وما يخليناش نعرفوا نوعية المنتوج. والمستهلك اليوم لما يقتني هذاك الباركود يسكانيه ما يعرفش هو المصدر تاعه، وما راهوش مسجل حتى في اي قاعده بيانيه. وكنتوا في اليوم حنايا تقريبا من 2015 درنا تطبيق في الجمعية اللي اسمها منتوج، ونكون منتوجات الجزائرية راهي داخل هذه المنظومة، ونتخلي المستهلك لما يكون في السوق يسكاني البرودوي، اي برودوي يكون عنده، اي منتوج يكون عنده، يعرف كل الوصفات تاع المنتوج، يعني وتخليه يستراح لما يكون المعلومه عنده، ويتاكد ان كان فعلا المنتوج فعلي مقلد، ان كان يحتوي أكيد على الصوره. اكيد، وهو لو كان مقلد ما يلقاش في القاعده البيانيه. طيب، ما يلقاهاش، يعني في هذاك اللحظه يقدر يعمل اي شكوى باش يقول بلي هذا المنتوج ماشي جزائري ولا
ماشي أوروبي ولا ماشي أي بلد يعني. طيب، جهود كبيرة تبذلها الجمعية منذ تأسيسها بهدف التوعية بأهمية هذه الخطوة، هذا الترقيم العمودي، في انتظار تقنينه وصدور قانون خاص. أنتم تعملون الآن مع وزارة التجارة في هذا الخصوص، ماذا عن هذا المشروع سيد هشام؟ هذا المشروع المفروض حيكون قبل نهاية السنة هذه إن شاء الله يكون حيز تطبيق، صرح عليه السيد وزير التجارة منذ أسابيع. حيكون إجباري لكل منتجين وكل مستوردين هذا مستوردين المنتوجات اللي تتسوق في البلاد. المفروض كل صناعي ولا مستورد لازم ياخذ رقم من عند جهاز الجمعية تاعنا باش يكون عنده رقم ترميز عمودي من عندنا. حيكون ان شاء الله قبل نهايه السنه، وين اليوم عندنا تقريبا في القاعده تاعنا 450 الف منتوج جزائري، تقريبا عندنا 10,000 شركة منخرطة للجمعية، ولكن هذا قليل جدا بالنسبة لي واش موجود في السوق الجزائري. باش نكونوا متنافسين في الأسواق الخارجية، باش نكونوا يعني فيزيبل في السوق الجزائري، لازم علينا نرقمن هاد المنتجات تاعنا ونحطوها في السيستم باش المستهلك يكون على دراية بالمنتوج اللي راح يستهلكه. المستهلك تكون على دراية، وأيضا المنتوج يكون محمي خاصة في الأسواق الدولية. أكيد. حتى أنتم كما أشرت يمكن أن هذا الترميز يمكننا من تتبع هذا المنتوج وضمان مختلف أساليب الحماية. أنتم تعملون بالتنسيق مع مختلف الهيئات الدولية في هذا المجال، كيف تتابعون يعني مسار المنتوج الجزائري في الأسواق الدولية، وكيف تتصرفون في حالة تعرضوا للتقليد، في حالة مثلا هناك شكاوى بأن هذا المنتوج إذا كان يحتوي على الترقيم العمودي هل يتم التأكيد أنه محمي 100%؟ وكنت في اليوم الأخت تقريبا الجمعية هذه الجزائرية منخرطة الجمعية الدولية اللي اسمها جي اس وان، واللي موجودة في 114 دولة، ونشتغل بتنسيق في هذا الإطار، وين المنتوج الجزائري لما يدخل أي بلد المعلومة تكون في قاعدة بيانية عالمية، وين كل المنتوجات متاعنا دي انخرط للمنظومة متاعنا يكون الرقم هذا مسجل حتى هو في البيان. والدعوة لكل المصدرين أنهم في لن يسعون لترقيم منتوجاتهم، كيف يتم ترقيم هذه المنتوجات؟ ماذا على المصدر أن يقوم بها من أجل ترقيم هذه المنتوجات؟ لاحظنا في بعض المنتوجات وين المصدر تاعنا ما عملوش باركود ويصدروا، البلد اللي راح ياخذ المنتوج راح يرقموا على حسابه هو، ويولي المنتوج هذا تابع لهذاك البلد، ويخسر من الاوتوريتي تاع الشركه، وهذا يخليه يخسر في المعاملات نتاعو. ورغم انها عمليه بسيطه الحصول على الترقيم العمودي، كيف يتم حتى ما تتكلفش اي حتى يعني نختم وندعو طبعا كل المصدرين كل المنتجين الى التوجه نحو ترقيم منتوجاتهم لضمان حمايتها وايضا لحفظ هويتها وحمايه المنتوج الوطني. ايوه هذا هو. ناخذ عن سبيل التمور دقلطنور. دقلطنور وين شاهدنا في بعض البلدان وين دقلطنور الجزائريه مرقمنا بالدوله اللي تاخذ من هذا. علاش احنا نصدروا اون فراك؟ واحد يصدر اون فراك يخسر في السمعه تاعو اولا، ويخسر حتى في المعاملات. وهنا لتفادي كل هذا نوجه دعوه لكل المنتجين انهم فعلا يتوجهوا نحو هذه الخطوه نحو ترقيم منتجاتهم. والحمد لله هو جاي القانون وين حيجبر يصبح الزامي لكل المنتجات اللي تدخل البلاد والمنتجات اللي تكون مستهلكه في البلاد ان شاء الله. نتمنى تكون الرساله قد وصلت. السيد حليم رشام مدير عام الجمعيه الجزائريه لترقيم المواد، شكرا جزيلا لك. شكرا.
إذن مشاهدينا تحدثنا عن أهمية حماية المنتوج الوطني الترقيم العمودي لولوج الأسواق الدولية. محطتنا الآن تكنولوجيا بامتياز، آخر التقنيات في تكنولوجيا في هذه الوقفة مع حمزة عبن. دائما ما كانت التكنولوجيا هي الرفيق للإنسان في أدق تفاصيل حياته، حيث أصبح يستعملها في كل الأماكن والأوقات، كونها تسهل حياته اليومية، فأصبح لا يتصور مرور يوم بدون استعمال التكنولوجيا. كلنا استعملنا التكنولوجيا الافتراضية خاصة بمشاهدة الأشياء ثلاثية الأبعاد لكن بدون لمسها. بهذه الآلة التي نضعها في اليد يمكننا إضافة خاصية اللمس في العالم الافتراضي وكأنه حقيقة. وخاصية هذه الآلة أيضا أنها تستعمل دون كابل، ما يسمح بالاستمتاع بما نشاهده باللمس الأشياء في هذا العالم الافتراضي. هذه المظلة الذكية التي تحميك من الأمطار أو حرارة الشمس تستعمل درون وحساسات خاصة ترافقك أثناء تجولك في الشارع، كما يمكنها أن تعمل مدة ساعة من الزمن لتمكينك من قضاء أشغالك بكل سهولة. هذه المظلة تساعد الأشخاص الذين يحبون التسوق وحمل المشتريات. ولهواة الرسم هذا القلم سيكون المناسب لهم، خاصة وأن اختيار الألوان المناسبة هي المشكل. هذا القلم الذكي لديه حساسات يمكنها استشعار الألوان في كل الأشياء وتحويلها داخل القلم حتى تتمكن بالرسم بالألوان التي تريد. فمثلا يمكن وضع القلم على تفاحة حمراء وأخذ لونها والرسم به في الورق. حقا هذه التكنولوجيا ستغير عالم الرسم. للعمال الذين يقضون أوقات طويلة أمام الكمبيوتر، هذه الدعامة الذكية قد تساعدك على وضع ذراعك لمدة طويلة دون تعب. بهذه الآلة يمكنك استعمال الفأرة بكل سهولة، ويمكنها أيضا تحمل قوة 20 كيلوغرام، كما أن تصميمها يلائم كل أنواع المكاتب بشكلها الجميل. هذه الدعامة تستطيع أن تحميك أيضا من أمراض العظام والمفاصل وتساعدك على العمل لفترات طويلة بدون تعب. هذا قلم آخر استعملت فيه التكنولوجيا، فهو يستعمل الرسم بطريقة ثلاثية الأبعاد. فبإمكانك رسم أشياء بطريقة جميلة بمواد خاصة. رغم أن هذا القلم ثقيل نوعا ما، إلا أنه يفي بالغرض. جميلة هي التكنولوجيا، خصوصا إذا كانت تسهل لنا مختلف مناحي الحياة وتفتح آفاق جديدة من التكنولوجيا إلى الثقافة. إذن وصلنا الآن إلى ركن الثقافة، نستقبل ضيف الثقافة مباشرة بعد هذا الفاصل القصير.
طيب استقبل مباشرة السيدة حنان قاصد رئيسة جمعية سفير الثقافية. صباح الخير سيدتي. صباح أهلا وسهلا بك. صباح النور لكل المشاهدين. شكرا على الاستضافة. إذا نتحدث معك عن حماية التراث وأيضا تثمينه والمحافظة عليه وتلقينه أيضا للأجيال للنشأ الصاعد. ماذا عن الدور الجمعوي بداية للحفاظ على التراث؟ بداية يعني جمعية سفير منذ تأسست بناء على نقص الساحة الثقافية يعني وخاصة في التراث، بما أنه شفنا كثير الدول المجاورة يعني هي دول شقيقة، ونحن نفتخر أنه المغرب العربي يحب يحافظ على عادات وتقاليد ويبرزها، لكن شفنا بزاف يعني سرقة للموروث الثقافي الجزائري. تأسست جمعيتنا على هذا المبدأ، أنه نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا، نعود نحيوها ونعود نسخوها في الأجيال الصاعدة. الحفاظ على هذا التراث يستدعي بداية التعريف به ونخليه فعلا مرتبط بالهوية الجزائرية. كيف يتم اليوم التعريف بالتراث اللامادي للجزائر والتراث المادي أيضا، خاصة فيما يتعلق باللباس التقليدي؟ يعني نشوفوا احنا كمجتمع جزائري عاداتنا وتقاليدنا راسخة فينا، يعني احنا نحب نبرزوها للدول الأخرى، انه في حياتنا في ممارساتنا الاجتماعيه شفنا انه اعيادنا الوطنيه وحتى الاجتماعيه موروثنا الثقافي موجود. وبالنسبه لجمعيتنا نحبوا نعرفوها قبل، يعني يكون تعريف قبل الحفاظ عليها، نعرفوها عبر يعني احنا عبر نشاطاتنا اللي تبدا من راس السنه الامازيغيه، اليوم الوطني للقصبه، اليوم العالمي للاعباء التقليديه وغيرها، اليوم الايام الوطنيه للباس التقليدي. يعني نغتنموا هذه الفرص ونحيي تظاهرات، يعني شفنا جائحة كورونا شدتنا شوية عليها، لكن نتحدث من قبل، يعني مثلا يناير فضلنا نديروها في العاصمة، درناها في قلب العاصمة في حديقة التجارب الحامة وين كانوا حرفيين مختلف الولايات، يعني من جهة باش نحيو هذاك البعد تاع يعني ما نقدرش نقول عنصري، من يكون هذاك تاع الولايات انه نضموها كاع في العاصمة، وين ورينا عادات وتقاليد الأمازيغ، يعني مش القبائل برك، العادات وتقاليد الأمازيغ، وين يكون هذا الدور كبير للأطفال أنه نعملوا بزاف على غرسها فيهم. كما نتحدث عن نقل هذه الرسالة للجيل الصاعد، خاصة فيما يتعلق بالدور الجمعوي، إشراك المواطن في المحافظة على التراث، المواطنين في مختلف مناطق الوطن، في القرى، في المداشر، حيث يوجد موروث ثقافي زاخر قد لا نعرفه، قد لا يصل إلى الجيل الصاعد بالشكل الذي هو عليها. كيف تعرفون كل هذا؟ كيف نفعل دور الجمعية في هذا الإطار؟ يعني جمعيتنا مازال كجمعية ولائية يعني في العاصمة، مين خدموا بزاف على كل التراث الجزائري. بالنسبة للأطفال كما سبق وذكرتهم، كما نعرفوا طفل اليوم هو مواطن الغد، نعملوا بزاف على هذه الأشياء، يعني احنا كشباب ولا راح نكبروا راح نزولوا، من خلوها كرسالة للأجيال الصاعدة اللي تبرزها وتكملها. وكدور الجمعية كمجموعة من الشباب، يعني بداية نبحته نحن كباحثين، ما زلنا كباحثين، ومن خلال نقول أن الجمعية كل أعضائها هم من الشباب. نعم يعني ما ولفناش كشباب يحافظوا على التراث العادة والتقاليد، صبنا صعوبة، يعني ما نكتبوش أنه صبنا صعوبة في الديبي في أعضاء الجمعية، تجيهم شيء غير عادي انهم يلبسوا التقليدي. صح، كيف هو اقبال الشباب على هذا الموروث؟ قلت لك كانت صعيبه في الديبي، دوك الحمد لله يعني فريناها مع اعضاء الجمعيه نبرزوا هذا الشباب اخرى. يعني صعيبه انك تقول البس جزائري، يعني كانت حمله شاسعه اللي بدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، البس جزائري البس جزائري، في النساء نشوفوها شيء عادي انه النساء، من الرجال شيء صعب انك خاصة شاب تقولوا لبس جزائري في التظاهرات، يعني كسبنا صعوبة في التظاهرات قبل أنه تقولوا أخرج بلباس الجزائري ولا، ما الحمد لله يعني الرسالة بدأت توصل مع الوقت، ولبس جزائري دايره حالة، وخاصة في الرجال، يعني قلت لك الصعوبة اللي كانت في الشباب. الأطفال ما كاش مشكل، يعني نشوفهم في حفلات داخل المدرسة، حفلات مدرسية عندهم لباس تقليدي، يعني ما في الجمعية ما صبناش صعوبة، كنت توجهوا المدرسة ولا نصيبهم عندهم لباسهم التقليدي. والآن الجمعية أكيد حققت العديد من النتائج اللي نلمسوها من خلال هذه الأيام، من خلال التظاهرات اللي تحولت إلى تظاهرات افتراضية في ظل انتشار جائحة كورونا، حدثينا عن هذه النتائج.
النتائج يعني كما قلتي جائحة كورونا شدتنا بزاف، يعني كي نشوفوا مواقع التواصل الاجتماعي الحركة الكبيرة اللي فيها، يعني شفنا من قبل ما كشباب ولا ما نورمال تجيهم يدونا عاداتنا وتقاليدنا، شفنا قبل كبير وشبابنا ما ولاش يحب على عاداته وتقاليده. شفنا يعني انا نشوفه كنتائج قدرنا نحركه شوية إنه الهوية يعني تراثنا مثل هويتنا، ويعني شفنا باللي الجزائر بلد القارة تزخر بكثير من التراث ولا ويجب الحفاظ عليها والافتخار بها. يعني الشباب إحنا نحب نوصلوا لهم قبل كل شيء، قبل إنه نعرفوهم نحب نغرسهم إنهم يفتخروا بعاداتهم وتقاليدهم، يعني قبل ما نروحوا لكل مراحل كي نشدوا مجموعة ولا شباب ولا رسالتنا الأولى إنك تفتخر بعاداتك وتقاليدك اللي بزاف دول تتمناها، وإحنا لازم نعرفوا بها قبل ما نحافظوا عليها. شفنا كثير من شباب ما يعرفوش عاداتنا وتقاليدها، صحيح، وهي بزاف جميلة، يعني كي نشوفوا تعددها ونشوفوا معناها كما سبق وذكرت أنه كل حاجة في تراثنا عندها معنى. يعني يتعلق باللباس التقليدي، أنت جيتينا اليوم بهذا الحلة الجميلة، هذا يعني لباس الشاوي واللي يتعدد واللي هذا اللباس، يعني هذه لباس قديما خاص بكل جزائريين. ولماذا سمي بشاوي؟ أنه منطقة شاوية هي اللي تطورت، وهي اللي وبالنسبة للأسود يعني الشاوية، وبالنسبة للأبيض للمناطق الأخرى. يعني إحنا كل حاجة عندها دلالة، كل حاجة عندها دلالة. مثلا في الكراكو عندنا محرمة الفتول، يعني كي بكري يعني ناس بكري فهموا وش معناتها كي تلبس المرأة ثلاث نجمات، معناتها متزوجة ونجمة معناتها عزبة. بالنسبة للجباقة بائلية كي تحزمي في الوسط متزوجة كي تحزم، يعني إحنا هادو ما كاع غايبين. كل هذه التفاصيل هي اللي تحتاج إلى تعريف. كل التفاصيل جميلة كي تجي تشوفي عندها معنى. إحنا نهضروا بزاف على الدول الأخرى نفهموا معناها، وبالنسبة لبلادنا ما نعرفوش. ولباسنا التقليدي بالنسبة للتراث اللامادي، يعني سبق أني كنت في قصر الثقافة وين راهي أيام الوطنية للباس التقليدي تحت إشراف وزارة الثقافة، شفنا إقبال كبير يعني الشباب تما، خاصة أنه اليوم فيه أيضا محاولات لعصرنة هذا اللباس التقليدي بالمحافظة طبعا على هويته، بالمحافظة على خصائصه الأساسية، العصرنة بهدف ربما استعماله في الأيام العادية والتمكين منه في ممارستنا اليومية. شفنا بزاف دي مارك خرجوا منتوج بلادنا، يعني كلباس تقدر تخرج به، عنده لمسه ثقافيه، عنده لمسه للتراث الجزائري. يعني هذه العصرانه تخلينا ثاني نساهموا، سهل لنا نوصلوا مع الحفاظ على الاصاله طبعا اكيد اكيد. طيب نعود إلى دور الجمعية في هذا الإطار، خاصة فيما يتعلق باستقطاب الشباب للانخراط في العمل الجمعوي الثقافي الهادف لحماية التراث. يعني احنا ككل عام نديروا نعلنوا الانخراط بالنسبه، يعني يكون ليهم كثير انهم يميلوا للجانب الخيري. شفنا شبابنا يميلوا للجانب الخيري لانه ما يعرفوش هذا الجانب، ماشي لانه ما يحبوش. نقدموا لهم رساله فقط في 30 ثانية، رساله حتى يعني خلوهم يتوجهوا نحو هذا. كما سبق وذكرت انهم اني قلت انه الشباب لازم يفتخر بعاداته وتقاليده، ومرحبا بكل الشباب اللي يهتم بالتراث واللي حاب يتعرف على تراثنا واللي يشاركنا في مشاريعنا الثقافيه. اشكرك جزيلا على هذه الاطلاله هي وعلى كل هذه المعلومات السيدة حنان قاصد رئيسة جمعية سفير الثقافية. شكرا لك. مشاهدينا تمام 10 الآن بتوقيت الجزائر، موعد لموجز لأهم الأنباء مباشرة من غرفة الأخبار. موجز لأهم الأنباء من تلفزيون الجزائر، أهلا بكم. بداية، أجرى أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد دبون أجرى حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر، شملت ترقية 131 رئيس دائرة وتحويل 110 رؤساء دوائر وإنهاء مهام 127 رئيس دائرة. كما أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.
إلى الحدث التربوي، حيث تتواصل لليوم الثالث على التوالي امتحانات شهادة الباكالوريا لدورة سبتمبر 2020 عبر كل ولايات الوطن. هذه الدورة التي يمتحن فيها أزيد من 637 ألف مترشح تجري في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، حيث تم اعتماد بروتوكول صحي وقائي عبر كافة مراكز الامتحانات عبر الوطن، حفاظا على سلامة المترشحين والمؤطرين والعمال. ومعنا الآن عبر الهاتف من بويرة الزميلة أحلام قلمامية. أحلام، هل لك أن تضعين في صورة اليوم الثالث من امتحانات شهادة البكالوريا، وكيف هي معنويات الممتحنين هناك في البويرة؟ أسعد الله صباحكم مجددا زميلي صهيب. كما سلف الذكر، نحن الآن متواجدون بثانوية بداوي محمد ببلدية برج خريس التي تبعد عن عاصمة الولاية بخمسين كيلومتر. هذا المركز بلغ فيه عدد المترشحين 166 مترشحا، من بينهم 114 فتاة أو من صنف البنات. إذن بعد أن وزعت أسئلة اليوم الثالث على الممتحنين في مادتي المحاسبة بالنسبة لشعبة التسيير والاقتصاد وفلسفة، بالنسبة لشعبتي لغات أجنبية وآداب وفلسفة، كل الإجراءات التنظيمية هنا محكمة وسط التقيد الصارم بالبروتوكول الصحي. لمسنا أيضا ارتياحا كبيرا لدى المترشحين، خاصة بعد استحداث منصب نائب رئيس مكلف بمتابعة البروتوكول الصحي، وتمنيتنا بالتوفيق لجميع طلبتنا الأعزاء. الزميلة أحلام قلمامين، كنت معنا مباشرة من بويرة، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. ومن البويرة نتحول إلى عين الدفلة، حيث يلتحق بنا الزميل عبد الرزاق رمضان. عبد الرزاق، كيف كانت بداية الامتحان لهذا النهار أو اليوم الثالث من امتحانات شهادة البكالوريا بمراكز الامتحانات هناك بعين الدفلة؟ طبعا خير لك صهيب ولمشاهدينا الكرام. من أمام متوسطة الإخوة مخالدي، واحد من المراكز 32 التي خصصتها من صالح ولاية عين دفلة لاجتياز اختبارات البكالوريا. كما تعلم أخي صهيب أن الولاية تحصي قرابة 11,000 طالب يجتازون الاختبار هذا العام، وقد عرفت غياب 941 طالبا، غيابا وليس إقصاء. من بينهم 64 متمدرس، غاب عن المركز الذي نتواجد فيه واحد فقط. كل الظروف متاحة لراحة الطلبة، خاصة نفسيا، حيث سخرت كل الإمكانيات كما شهدناها في كل المراكز التي زرناها، وهذا بتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي. ما استقيناه من الطلبة صباحا هنا من الأمل والتخوف والضغط، خاصة هنا بالمركز الذي نتواجد فيه والمخصص لشعبة العلوم، وهم يجتازون اليوم مادة العلوم التي تعتبر مادة أساسية. لذلك هم في كل الراحة النفسية من أجل اجتياز الاختبارات والضمان النفسي للطالب. الزميل عبد الرحمن عبد الرزاق رمضان، كنت معنا من عند فلان، نقلت لنا صورة عن إجراء امتحان شهادة البكالوريا من هناك، شكرا جزيلا لك. إلى الانشغال الصحي الآن وإلى تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، حيث سجلت أمس 242 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 48,496 حالة مؤكدة، في حين يزداد عدد المتماثلين للشفاء يوما بعد يوم، حيث تماثل للشفاء 34,204 حالات، من بينها 167 حالة تماثلت أمس لشفاء، فيما سجلت أمس 8 وفيات، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1620 وفاة، رحمهم الله جميعا. وعن موضوع انتشار وباء كورونا عبر العالم، حذرت منظمة الصحة العالمية أمس من أصعب شهرين قادمين في مواجهة الوباء، حيث توقعت زيادات قياسية في عدد الإصابات اليومية عبر شتى أصقاع العالم. وفي السياق، تم إحصاء 1,353,000 حالة إصابة بالعدوى في إفريقيا، في مقابل 32,625 حالة
وفاة. أخيرا، حملت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، حملت حكومة ميانمار مسؤولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في البلاد ضد مسلمي الروهينغا. وأوضحت البعثة الأممية في آخر تقرير لها إن الأزمة المروعة لحقوق الإنسان سببها العمليات العسكرية في ولاية راخين منذ 3 سنوات، ولا زال يعاني من تبعاتها مئات الآلاف من لاجئي مسلمي الروهينغا خارج البلاد. نهاية الموجة، شكرا على المتابعة، السلام عليكم. كانت هذه إذن آخر المستجدات الوطنية والدولية. وقفتنا الآن وقفة فنية بامتياز، حيث أبدع الفنان التشكيلي حميد السبع في إنجاز لوحات تشكيلية من نوع خاص. فبالإضافة إلى اللمسة الإبداعية، هي موجهة أيضا لفئة المكفوفين، حيث يمكن قراءتها بتقنية البراي عن طريق اللمس. الفنان حميد السبع أبدع في إنجاز هذه اللوحات، وأيضا أبدع في رساليتها التي تمنح الفرصة للمكفوفين للتمتع بجمالها. البورتريه من توقيع نصيرة تحلي. مجموعة من الأعمال الفنية والتجارب التشكيلية أنجزها الكاتب والفنان حميد سباع لفئة المكفوفين. ألفت كتاب حول هذا الأمر بقواعد، وترجمته إلى كتابة البراي حتى يتمكن المكفوف من قراءته، وإن شاء الله مستقبلا ممكن أن تعتمد الفكرة وتصبح أكاديمية ويدرسها المكفوفين إن شاء الله. يقرأ عن طريق حاسة اللمس بقواعد، مثلا يعرف القواعد الأبعاد، البعد، البعيد جدا والقريب والقريب جدا. لوحات تحمل التشكيل التحسسي والتكوين البارز عبر حاسة اللمس. يعني المكفوفين مارسوا كل جميع المجالات ما عدا الفن التشكيلي الذي هو أصبح حكرا على الموسيرين، ومستقبلا إن شاء الله سيكون المكفوف له أيضا الحق في زيارة المعارض وممارسة الفن التشكيلي، وعلى وجه الخصوص اللوحة في حد ذاتها. تطبيق تقنية البراي على الفن التشكيلي تساهم في استخراج مكنونات المكفوف للتعبير عن ذاته ودواخله بهذه اللمسة الفنية المرهفة. أصل معكم إلى ختام هذا العدد من برنامج هذا الصباح. موعدنا بكم يتجدد غدا بحول الله تعالى. في الختام، هذه تحياتي وتحيات الفريق الذي رافقكم طيلة عمر هذا المباشر. شكرا لكم وفي أمان الله.